السلام عليكم ورحمة الله الأخوات، كديرين؟ لاباس عليكم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، والعائلات ديالكم وكاع الناس اللي اعتاز عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. من بعد غيبة جيتكم بالجديد، ودائما كيف ما تعودتوا على قناة الأم حسناء المفيد، الحاجة اللي كنجربها وكتصدق لي ويعني كنلقى فيها بزاف ديال المنافع للأمهات وربات البيوت في البيوت ديالهم، فكنبغي نشاركها معكم. ومن بين هاد المنتوجات هو هاد البرودوي هذا اللي كتشوفوا أمامكم، مستر بي. هذا كيتباع في بيم، معروف، هذا كيتباع في بيم، وكنظن بان الاغلبيه عارفينه، ولكن كاينين البعض اللي ما عارفينوش. ممكن يكون هذا الفيديو من بين الفيديوهات اللي غادي يكون سبب باش يتعرفوا على هذا المنتوج اللي غيسهل عليهم كاع المهام ديال التنظيف، سورتو داك التنظيف الصعيب في الكوزينه، كيوفر عليك المجهود اقتصادي والفعاليه ديالو رائعه. انا صراحه ما كنتش عارفه حتى لا الصفعه استخدمته، بفضل مرت خويا الله يجازيها بخير اللي الله سبحانه وتعالى سخرها لي، حتى قالت لي هذا البرودوي راه رائع ما غتبقيش تسغني عليه، وفعلا ما نقدرش دابا نبقى بلا به في الدار. كنت صراحه كنخمل في الكوزينه، راه عندي الروينه، كنت كنخمل، بديت كنحك ورا الفران، عندي فيه ديك الدهون الصعبه، وفيه المهم مقلق بداك المعنى، لانه في الصيف كانوا عندي الضياف وثلاث شهور كلها ما خملتش الكوزينه، ما كانش عندي الوقت، راكم عارفين، واستخدمت الفران بزاف، راكم عارفين في الصيف كنبغيو غير داكشي المشوي، راكم عارفين بسطيله وداك التخربيق، فما كانش عندي الوقت باش نخمل، فكتعرفوا دوك الدهون نهار على نهار نهار على نهار. المهم تكونات عندي واحد الطبقه تما، انا غادي نصورها لكم باش تشوفوا يعني عن قرب وتشوفوا تجربه يعني ديال البرودوي بعينيكم. فبقاو معايا، غادي نستخدم هذا البرودوي فقط، وهاد التروك هادي، هاد الشيته هادي كنت خديتها من الناس اللي كيبيعوا ديال 5 دراهم، هي صراحه هي عمليه وغزاله صراحه، الا مشيتوا لهذا مول 5 دراهم غير خدوها ما غتندموش عليها، خديتها ب5 دراهم. المهم كتعمروها في الداخل هنا وكتبقاو توركوا في هاد العيبه، وكتبقى تخرج لكم البرودوي من هنا، نتوما كتوركوا هي كتخرج البرودوي من هنا، صافي كتبداو تحكوا، ما تبقاوش تحتاجوا ان كل مره ديروا البرودوي. المهم انا غادي ندير كلشي قدامكم باش تشوفوا معايا. المهم بديت كنحك البنات، فاش لقيت بان النتيجه رائعه، لان مولفه كنحك به الاينوكس والالومنيوم، المهم داكشي الكوزينه هكا اللي كنستخدم اول مره غادي نستخدمو، كيف ما قلت لكم يلاه خديته انا في الصيف اول مره غنستخدمو لهاد الدهون الصعيبه بحال هكا، فقلت حبس ما غاديش نكمل حتى نصور البنات باش يشوفوا بعينيهم، باش يزعموا البنات اللي باقي ما مجربينوش ياخذوه ويجربوه يعني على ضمانتي باذن الله. اذا بقاو معايا غندوز للتجربه. المهم البنات انا درت هنايا شويه ديال مستر بي وجريتو غير بشويه ديال الماء، ودابا غندوز للتطبيق. واخيرا البنات هذه هي النتيجه في بضع دقائق، يعني ما حكيت بجيكس، ما درت حتى شي حاجه زايده من غير هذيك الشيته اللي وريتكم والبرودوي اللي وريتكم، فقط وحكات خفيفه هكا دائريه طار داكشي كله اللي كان، دوك البلينتات الكحلين اللي كتشوفوا هكا في هذوك الفجوات اللي في جناب الزليج، هذوك البنات راه غير السيمه البيضاء طارت ما بقاتش تما، هذاك الشيء علاش كتبان كحله. وصراحه ما عطيتوش الحكان، يعني ما حكيتش داكشي بالزربه وفرمشه عين طار داك الوسخ كله، سورتو انه عنكشني الفران، ها هو عندي هنايا مضيقني ما خلانيش انني نحك على خاطري، وديجا كاينه هنايا الطاجيره ديال الخشب، فضروري خاص هنا عندي تيو، ضروري خاصني راجلي يكون هنا في الدار باش يقدر يحلوا ليا ونخرجوا ونحك على خاطري، يعني يكون عطيتو الحكان مزيان لهاد الزليج كان غيطلع احسن، ولكن الحمد لله النتيجه مرضيه، يعني ما تعذبت ما حتى شي حاجه، وتنقص داكشي كله مع ميكت على هاد البلاصه هادي في هاد الصيف هذا، ولكن الحمد لله دابا مهم ما بيهش قاضي الغرض، المهم غير دوز واحد شويه ثاني حتى يكون راجلي جالس باش يحل لي داك التيو باش نقدر نحك على خاطري، وسورتو الا كنت درتو البرودوي وخليته واحد الفتره هكا مرقد عاد غادي تجيو تحكوه راه داكشي كيطير بسرعه في لمحه بصر كيطير.
وصراحة هذا البرودوي كينفعكم حتى في المعنات، في الألمنيوم، الإينوكس، الفران، الفران ديالكم سواء ديال الطولة ديال الغاز، كاع المعنات اللي هكا كيكونوا كيحتاجوا لذاك اللمعان، الفرنو ديالكم صراحة هذا الإينوكس كيردو كيلمع، كيعطي واحد اللمعان رائع. وهذا الشيء اللي كاين البنات، وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا وتكونوا شفتوا التجربة، واخا كما قلت لكم داكشي غير خفيف ظريف بالزربه، ولكن النتيجه كانت رائعه. وصلت لنهايه الفيديو، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، ومعلومه جديده ان شاء الله، ومع السلامه.